مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض والتي نقدم من خلالها أبرز أخبار وملفات السعودية والخليج، وهذه أبرز عناوين اليوم. منظمات إغاثة دولية توقف عملياتها في أفغانستان على خلفية قرار طالبان حظر تشغيل النساء. النيابة العامة السعودية تصدر دليلا لإجراءات البحث والتحري والضبط في جرائم التستر. مصادر العربية تكشف عن بدء الصحة السعودية تفعيل المستشفيات العامة لعيادات الإدمان. ومن ملفاتنا في الرابعة كذلك، أكثر من 700 ألف ناخب عماني يبدأون التصويت إلكترونيا لاختيار أعضاء المجالس البلدية. السياحة السعودية تعلن عن 10 لوائح جديدة لتحقيق مستهدفات استراتيجية السياحة الوطنية. حياكم الله. أعلنت 3 منظمات إغاثية أجنبية أنها ستعلق عملها في أفغانستان بعد قرار طالبان بحظر عمل النساء بالمنظمات غير الحكومية. وجاء في بيان مشترك للمنظمات الثلاث وهي أنقذ الأطفال والمجلس النرويجي للاجئين أنهم سيعلقون برامجهم في أفغانستان مطالبين بمواصلة قيام الرجال والنساء بشكل متساو بتقديم المساعدات التي تنقذ الأرواح. هذا وحذر نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان رامز الأكبروف الذي سيلتقي سلطات طالبان اليوم، حذر من أن قرار طالبان حظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية سيؤثر بشكل خطير على عمليات الشؤون الإنسانية والإغاثية لأفغانستان، إلى جانب أن برامج الأمم المتحدة ستتأثر. وقالت وكالة المعونة الدولية أفغان إيد إن تعليق العمليات حدث على الفور وإن أكثر من نصف السكان يعتمد على المساعدات الإنسانية. من جانبه حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من أن قرار طالبان بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية سيعطل تسليم المساعدات وقد يكون مدمرا لأفغانستان. وكتب بلينكين على موقع تويتر إنه يشعر بقلق عميق من أن قرار طالبان سيعطل المساعدة الحيوية والمنقذة لحياة الملايين. ينضم إلينا من كابول أحد العاملين بالمنظمات الإغاثية الدولية بأفغانستان حمزة حكيمي. سيد حمزة، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة من الرياض. أنت تعمل في أحد المنظمات الإغاثية الدولية في كابول، هل أوقفتم عملياتكم بعد قرار طالبان بحظر عمل النساء؟ تحياتي لكم للسادة المشاهدين الكرام. أنا كمستشار في إحدى المنظمات الإغاثية الدولية في كابول، تأثرنا جدا سلبيا عن هذا القرار، وبما أن منظمتنا نحن لم تتوقف إلى الآن لكن ستتأثر بشكل كبير كل فعاليات المؤسسة، فعاليات هذه المؤسسة الإغاثية في أفغانستان، كما أن هناك يعني مؤسسات منظمات إغاثية كبرى أخرى قد تعطلت وقد توقفت عن العمل بشكل كامل، لأن هذا القرار قرار محبط جدا وقرار يعني ستثير مشاكل عديدة في إيصال الخدمات للشعب الأفغاني. كيف يعني ستتأثر عملياتكم سيد حمزة؟ الإغاثية نعم. الفئة المستهدفة أو المستفيدة من خدمات المؤسسات الإغاثية شريحة كبيرة منها النساء والفتيات في قطاع الصحة، قطاع التنمية البشرية، قطاع الإغاثة، قطاع المواد التموينية وغيرها من القطاعات الأخرى. مثلا النساء ذوي الإعاقة في أفغانستان، الخدمات التي تقدم لكل هذه الفئات من النساء والفتيات تقدمها العاملات في هذه المؤسسات من النساء، فإذا منعنا هؤلاء النساء من العمل في المؤسسات، من سيقدم هذه الخدمات في أفغانستان وفي القرى وفي المناطق النائية لكل هذه الفتيات والنساء؟ فالعاملات في هذه المؤسسات من جانب من هؤلاء العاملات يعني تعتبر يعني عملهن في المؤسسات والمنظمات الإغاثية المصدر الوحيد لمعظم هذه العاملات لعوائلهم، ومن جانب الآخر الخدمات التي تقدم من قبل هذه المؤسسات لشريحة النساء في أفغانستان ستتوقف، لأن الرجال لا يمكنهم أن يقدموا العديد من هذه الخدمات للنساء في بيئة تقليدية مثل أفغانستان.
فالنساء في أفغانستان ستتأثرن من عدم العمل. طيب هذه نقطة مهمة سيد حمزة، يعني متعلقة بالنساء ربما العاجزات أو النساء يعني التي يعني يطلبن خدمات ربما لا تقدمها سوى النساء لهن، يعني فهل بحثتم هذه النقطة مع الطالبان أو أثرتم هذه النقطة بعد إبلاغكم بهذا الخبر، خبر تعليق عمل النساء في منظمتكم؟ يبدو إلى الآن أن يبدو المسؤولين الآن غير مبالين بهذه الأمور، المسؤولين في حكومة طالبان هم فقط أصدروا القرار يعني غير مبالين إلى الآن يعني آثار هذا القرار على المجتمع الأفغاني وعلى الشريحة المستفيدة من الشعب الأفغاني، معظمهم هم الفقراء الذين يستفيدون من هذه الخدمات، لأن الحكومة بنفسها غير قادرة على تقديم على هذه الخدمات. فمثلا في القطاع الصحي يعني نسبة كبيرة من الخدمات القطاع الصحي تقدمها المنظمات الإغاثية الدولية في أفغانستان في معظم الولايات ومعظم المناطق والقرى. فإذا منعنا العاملات في هذه المؤسسات من تقديم الخدمات والمجتمع الأفغاني لا تسمح لتقديم هذه الخدمات من قبل الرجال الخدمات الصحية للنساء، فهذا بالطبع سيزيد من الضغط داخل المجتمع الأفغاني، وهذا الضغط سيشعره المسؤولون بدرجة الأولى في الحكومة في حكومة طالبان. لذلك نرى أن يعني هناك قلق بالغ وقلق شديد في وسط المسؤولين في المنظمات الإغاثية الدولية، طيب، وقلق بين العاملين والعاملات في هذا القطاع. ممتاز، تتحدث عن قلق، تتحدث أيضا عن أن النساء سيتأثرن أيضا بإيقاف عمل هذه المنظمات، ونسأل هنا عن البديل لهذه المنظمات سيد حمزة، ما هو البديل إذا غادرت هذه المنظمات الدولية الإغاثية الإنسانية في أفغانستان وهي التي تعاني من أوضاع اقتصادية توصف بالصعبة وإنسانية توصف بالأصعب حتى كذلك؟ بطبيعة الحال المسؤولية على عاتق الحكومة، على عاتق الجماعة التي تدير الحكومة الآن وتعتبر نفسها بأنها الحكومة، تشكل الحكومة في أفغانستان. لكن بوجود المؤسسات الأجنبية والإغاثية الأجنبية في أفغانستان الحكومة غير قادرة على تقديم هذه الخدمات. فبعد مغادرة هذه المؤسسات من أفغانستان بكل تأكيد ستتفاقم الأزمة بشكل كبير، وسيزيد الضغط على عاتق الحكومة التي هي أصلا عاجزة عن تقديم الخدمات للشعب، الخدمات في مختلف القطاعات التي تغطيها هذه المنظمات الإغاثية. فالبديل لابد على الحكومة أن تقدم بديلا، وهي أصلا عاجزة عن تقديم البديل. لكن على أي حال الضحية ستكون الشعب الأفغاني الذي يعيش أكثر من 79% من هذا الشعب تحت خط الفقر، وهي شعب محتاج، وهو شعب محتاج جدا لهذه المساعدات الإنسانية والإغاثية. لكن هذا الشعب يعني يدفع القيمة وسيكون الضحية. طيب هل لديكم معلومات أو تفاصيل عن المنظمات الأجنبية التي أعلنت أنها ستعلق أعمالها في أفغانستان؟ قبل قليل نتحدث عن 3 منظمات حتى هذه اللحظة، أنت مستشار في أحد هذه المنظمات الإغاثية الدولية سيد حمزة، هل لديك معلومات؟ هناك يعني بعض الاتحادات لهذه المنظمات أو كما يقال umbrella organizations، يعني منظمات يعني اتحادات تنضم تحتها العديد من هذه المنظمات. اليوم كان هناك يعني مجالس عديدة بين هذه المنظمات المختلفة، وسيصدر قرار موحد من قبل المنظمات الإغاثية الدولية والمنظمات الإغاثية المحلية. هناك يعني مجموعة أخرى من المنظمات الإغاثية الأهلية الأفغانية داخل أفغانستان في اتحاد لهذه المنظمات، فسيكون هناك قرار موحد من قبل هذه المنظمات، ونحن في حالة من الترقب حتى يكون هناك موقف موحد، وحتى يعني وهذا الموقف يعني سيكون له تأثير على هذا القرار، وسيكون له تأثير على مستقبل العمل الإغاثي لهذه المنظمات في أفغانستان. أنا أشكرك جزيل الشكر من كابو المستشار بأحدى المنظمات الإغاثية الدولية بأفغانستان حمزة حكيمي، ومتابعة لهذا الموضوع أيضا ينضم إلينا هنا في الاستوديو الصحفي الأفغاني أحمد سيد. سيد أحمد مرحبا بك معي في نشرة الرابعة من الرياض. كما سمعت قبل قليل
الحديث من أحد مستشاري المنظمات بأن هذا العمل الإغاثي والإنساني سيتأثر في أفغانستان، خصوصا فئة النساء هي من ستتأثر. قبل ذلك أريد أن أسأل عن المنظمات التي أعلنت بأنها ستوقف عملياتها تماما في أفغانستان، كم وصل عددها إلى الآن وكيف تم إبلاغها أصلا؟ تم إبلاغ هذه المنظمات عبر خطاب رسمي من وزير الاقتصاد أصدر إليهم، إن لم ينفذ هذه القرارات سيتم سحب تراخيصهم وتصاريح تواجدهم في أفغانستان. هذه المنظمات بداية المجلس السويدي لأفغانستان، المجلس النرويجي لشؤون اللاجئين في أفغانستان، والمجلس الدنماركي لشؤون اللاجئين في أفغانستان، وكذلك منظمة تنقذ الأطفال. هذه المنظمات فوجئت يوم أمس على نهاية العمل الرسمي، يوم أمس على نهاية الدوام الرسمي تم وصلت لهم الخطابات بأن هذا القرار نافذ من اليوم، من يوم الغد لن تحضر أي فتاة إلى العمل في المنظمات، سيتم من يخالف سيتم سحب تراخيصهم. لذلك هذه المنظمات بنفسها قدمت يوم أمس في بياناتها بأنها سوف تنسحب من أفغانستان، تعلق أعمال مكاتبها في أفغانستان. طيب. بالنظر اليوم سيد أحمد للوضع الإنساني في أفغانستان، الوضع الاقتصادي أيضا كذلك المتردي، أكثر من 70% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، أغلبهم يحتاج لمساعدات إغاثية وإنسانية من هذه المنظمات، كيف ستتأثر الحياة خصوصا النساء؟ تأثير كبير جدا أستاذ نايف، لا يمكن أن يتم إخفاء هذا التأثير أبدا. مثلا المجلس النرويجي لشؤون اللاجئين لديهم 470 فتاة موظفة لديهم، يعني وهم يعملون، المجلس النرويجي يعملون منذ 2001 في أفغانستان، ولديهم ما يقارب أكثر من 2 مليون مستفيد سنويا من شؤون الأعمال الإغاثية والإنسانية. من ناحية أخرى المجلس السويدي لديهم 6000 موظف أفغاني متواجدين في أفغانستان في كافة أنحاء أفغانستان، والمجلس السويدي يستفيد منه سنويا 2 مليون أفغاني في الخدمات الصحية، و87 ألف طالب يدرسون في المدارس التي التابعة للمجلس السويدي. بالطبع هذه بمجرد أن تعلق، يعني نحن نجد أن آثارها ستترتب على التعليم، الغذاء، وكذلك حتى الصحة، وكذلك مجالات الإيواء والإغاثة لهم، خصوصا النساء، يعني الأعداد كبيرة في هذه المنظمات، النساء يعمل، يعني خصوصا لأن القرى أو المدن البعيدة أو القرى البعيدة تحتاج إلى عمل النساء، خصوصا مع الأسر التي هناك أو مع النساء حتى، يعني نعم النساء حتى. فبالتالي يعني هذا الأمر يعني يسبب ضرر على النساء أولا، ضرر على الشعب الأفغاني بشكل عام، يعني هذه منظمات طيب. كبيرة. دعنا نشاهد هذه الصور، هذا الفيديو لنساء أفغانيات تظاهرنا اليوم في ولاية نمروز في أفغانستان ضد طبعا منع التعليم للفتيات. هذه الصورة التي نتابعها، إذن هناك رفض نسائي في أنحاء الدولة، في أنحاء أفغانستان، حول هذه القرارات يعني التي وصفت بأنها تعسفية ضد النساء، بداية بمنعهم من التعليم الجامعي، وصولا إلى حظر طالبا على الموظفات في المنظمات طبعا غير الحكومية. كيف تعلق أولا على هذه الصورة سيد أحمد؟ في بداية هذه المظاهرات يعني خرجت منذ أيام كذلك في عدد من الولايات في أفغانستان تندد وتدين قرار طالبان وتعترض على قرار طالبان المجحف بحق المرأة في أفغانستان، منع من التعليم، ومن ثم اليوم التالي منع من العمل في المنظمات غير الحكومية. هذه قرارات مجحفة من طالبان بحق النساء في أفغانستان، محاولات إقصاء تحت مبررات نحن كأفغان نجدها مبررات غير منطقية، مبررات واهية لا صحة لها، هي فقط محاولة لفرض فكر طالبان على الشعب الأفغاني، فرض الفكر هذا المتشدد من منع المرأة من العمل والتعليم. ستزداد باعتقادي أن الاحتجاجات ستزداد في أفغانستان. وهذا سؤال مهم عن الاحتجاجات، يعني باختصار شديد، هل يمكن أن تقابل هذه الخطوات باحتجاجات كبيرة في الشارع الأفغاني على غرار مثلا مع فارق التشبيه ما حدث في إيران مثلا؟ باعتقادي أن هذا قد يحدث إذا أصر الطالبان ولم تتراجع عن قراراتها، خصوصا مع الإدانات الدولية الكبيرة لقرارات طالبان الأخيرة، فأعتقد أن هذه ستزداد هذه الاحتجاجات، خصوصا أن هناك عدد من الأساتذة وحتى الطلاب الشباب
الأساتذة استقالوا، أساتذة الجامعات استقالوا من مناصبهم، طلاب الجامعات أصدروا بيانات مشتركة، طلاب الكليات في مختلف الجامعات الأفغانية أصدروا بيانات مشتركة بأنهم لن يحضروا إلى الصفوف الدراسية إذا لم تتراجع طالبان عن هذا القرار. أنا أشكرك جزيل الشكر على وجودك معي على كل هذه التفصيلات المعلومات. كان معي هنا في الاستوديو الصحفي الأفغاني أحمد سيد، شكرا جزيلا. أصدرت النيابة العامة السعودية دليل إجراءات مكافحة جرائم التستر، والذي يهدف إلى رسم إجراءات تفصيلية لجمع الأدلة والمعلومات والتحري اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهامات. الدليل السعودي شمل عمليات عدة، منها عمليات الكشف الاستباقي لجرائم غسل الأموال ورصد التعاملات المالية المشبوهة. انضم إلينا هنا في الاستوديو المحامي فهد القصيري. سيد فهد، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة من الرياض، حياك الله. حياك. خلينا نعرف أولا إيش معنى حوكمة إجراءات مكافحة التستر، وعلى أي أسس قانونية تم إجراؤها أو إصدارها؟ أولا أسعد الله مساك كل خير ومسرات أخوي نايف، أنا سعيد أن نتحدث عن هالحوكمة القانونية والحدث الجديد الذي يسعى إلى ضبط إجراءات حوكمة جريمة مكافحة التستر التجاري لدى جهات الضبط. أولا في البداية على الأسس القانونية اللي تمت إجراءات الحوكمة عليها ابتداء من قبل نيابة جرائم الاقتصادية في النيابة العامة بالتعاون مع وزارة التجارة كجهة ضبط، استنادا على المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بتاريخ 22/1/1435 وفق المرسوم الملكي ميم تقسيم 2، الذي نصت على أن الجهة النيابة العامة هي جهة إشرافية على جهات الضبط في جميع الجرائم سواء في مكافحة التستر التجاري أو غيرها. كذلك نص نظام التستر التجاري في المادة الخامسة في الفقرة الأولى والفقرة الثانية على أن تختص البلاغات وتلقي إجراءات الضبط لمكافحة التستر التجاري أو لجريمة التستر التجاري خاصة في وزارة التجارة، وما يتعلق في التحقيق وإجراءات التحقيق فهي متعلقة في النيابة العامة. من هذا الباب اتحدت وزارة التجارة والنيابة العامة واتفقوا على تعاون في إصدار دليل إجراءات لحوكمة مكافحة التستر التجاري بشكل كامل. ممتاز. هذا الدليل الإجراء لمكافحة التستر التجاري فقط. نعم. يعني بنعرف أنه في جرائم كثير. نعم. يعني تنضوي تحت التستر، هذا فقط متعلق بالاقتصادي والتجاري، متعلق فقط في جريمة التستر التجاري دون سواها. ممتاز. طيب إيش الفائدة من حوكمة الإجراءات هذه اللي اليوم نشوفها؟ إيش راح ممكن يتغير في 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 الإجراءات أو التعامل مع أي قضايا؟ دعنا نتحدث عن الحوكمة كجزء بسيط ومن ثم حوكمة الإجراءات. ممتاز. أولا إذا نظرنا إلى الحوكمة في معناها العام فهي عدد من النظم التي تحدد علاقة جميع الأطراف حيال موضوع معين، سواء شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة، فهي تحدد العلاقة بين جميع الأطراف. إذا نظرنا إلى حوكمة دليل الإجراءات في مكافحة جرائم التستر التجاري فهي حوكمة إجراءات تحدد علاقة جميع الأطراف. تحدد علاقة النيابة العامة، تحدد علاقة وزارة التجارة، تحدد علاقة المتهمين، كذلك تحدد علاقة الإجراءات المتعلقة في الضبط ومن ثم الرفع للجهات القضائية. فحوكمة دليل الإجراءات معناته أن نحدد العلاقة المتعلقة في هذه الجريمة من جميع الأطراف، جهات ضبط، جهات تحقيق، متهمين، واقعة جنائية. ممتاز. طيب الدليل الإجرائي أيضا يعني نبغى نعرف أكثر إيش يشتمل عليه، أهم النقاط اللي موجودة فيه اللي ممكن البناء عليها، أو أنه نعرف أنه في حوكمة يعني محكمة في موضوع الإجراءات التستر ومكافحته. الحوكمة وفق البيان الصادر حوكمة دليل إجراءات مكافحة جرائم التستر التجاري لدى جهات الضبط. من ذات الإعلان اللي صدر فهي ما هي الإجراءات التي يترتب ويتحتم على جهات الضبط القيام بها وإعداد ملف متكامل للرفع للنيابة العامة ومن ثم النظر بجهات التحقيق في النيابة العامة والإدعاء بذلك أمام الجهات القضائية في المحاكم الجزائية المتخصصة. دليل الإجراءات نص على ثلاث محاور أساسية. أولا صياغة قانونية متحدة لدى جميع الأشياء القانونية والمالية، لذلك لتحقيق رغبة القناعة عند القضاء
حين يتم الترافع ما بين المتهمين وما بين النيابة العامة تكون الإجراءات موحدة في جميع جهات الضبط في جميع أماكن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية. ثانيا، كان الدليل لإجراءات الحوكمة نص على إجراءات قانونية مالية متحدة، الكشف عن مصادر غسل الأموال، قضايا غسل الأموال قبل ارتكابها، الكشف عن مشروعية المال، من المتصرف الحقيقي في الأموال بطرق محددة. ثالثا، كانت هناك صياغة لمصطلحات قانونية والأساليب الظاهرة وغير الظاهرة لجريمة مكافحة التستر التجاري بشكل موحد لدى جميع فروع النيابة العامة في المملكة العربية السعودية. أشكرك شكر جزيل على وجودك معي هنا في نشرة الرابعة، المحامي فهد القصير، شكرا لك. عفوا. الرابعة مستمرة، تتابعونا فيها بعد قليل. مصادر العربية تكشف عن بدء صحة السعودية تفعيل المستشفيات العامة لعيادات الإدمان. حياكم الله من جديد. كشفت مصادر العربية في السعودية عن بدء أولى مراحل تفعيل عيادات الإدمان في المستشفيات العامة، بعدما كانت عمليات العلاج حصرا في المستشفيات النفسية المتخصصة، وشملت المرحلة الأولى من المبادرة الصحية 50 مستشفى حول السعودية، حيث جرى تدريب العاملين بها وتعريفهم بعمليات علاج الإدمان لتعزيز جودة الخدمات المقدمة. ينضم إلينا هنا في الاستوديو استشاري الطب النفسي وقائد طب الإدمان بوزارة الصحة الدكتور حسن الخبراني. دكتور حسن، حياك الله معي في نشرة الرابعة. حياك وسلمك. علاج الإدمان أصبح وعيادات علاج الإدمان أصبحت تتواجد في المستشفيات العامة، أريد أن أعرف كيف ستكون آلية تطبيقها والفرق بينها وبين عيادات الأمل السابقة. عيادات الإدمان بالمستشفيات العامة هي يعتبر مرض الإدمان من الأمراض النفسية، وتوجد بالمستشفيات العامة عيادات طبية نفسية تقدم الخدمات الطبية النفسية لكافة الأمراض ومنها طب الإدمان. ونظراً بالتواصل المباشر مع بعض المقدمين الخدمة أفادوا بوجود حاجتهم للتعريف بآلية التعامل مع الحالات اللي تكون لها حاجة لعلاج الإدمان، فتم ترشيح عدد من المستشفيات وقد عقد ورشة تدريبية تعريفية بكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات، كيفية تحويلها، كيفية التعامل معها، ما هي الحالات التي تعتبر ضمن نطاق الخدمة وما هي الحالات التي تعتبر خارج نطاق الخدمة. دكتور حسن، المستشفيات اليوم لدينا هل هي جاهزة فعلا لتستقبل هذه الحالات؟ يعني احنا نعرف انه في كثير مستشفيات مثلا يتم فيها علاج بعض حالات الصحة النفسية، لكن الإدمان يعني مرحلة معقدة نوعا ما، يعني في 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 مسألة الصحة النفسية، هل المستشفيات جاهزة؟ هل الكوادر مدربة بشكل كافي حتى يتم تعميم هذه التجربة لا تقتصر فقط على 50 مستشفى؟ صحيح، أتفق معك. الانطباع الأولي والأساسي للتعامل مع الإدمان على انه مستوى واحد. الإدمان مستويات، صح. فيه البسيط وفيه المتوسط وفيه الشديد. توجد الكثير من الحالات التي تفقد وهي في المرحلة البسيط والمتوسط، والتي يمكن التعامل معها من خلال عيادات، من خلال تعريفه بأن هذا بأن الإدمان مرض مزمن، وأنه يمكن علاجه من خلال خدمات التأهيلية أو من خلال الخدمات المتخصصة في حال كان هو بحاجة إلى تدخلات إضافية. كثير من الحالات تفقد، يعني الأمراض الإدمان المصاحبة تصل نسبتها بالنسبة للأمراض النفسية المصاحبة تصل نسبتها إلى 40%، وبالتالي 40% من الحالات النفسية، 40% من الحالات النفسية قد يوجد الحالات من لديهم إدمان، 40% منهم لديهم أمراض نفسية مصاحبة. واحد أخطر عوامل الوقوع في الإدمان وجود أمراض نفسية مصاحبة. طيب. قد يكون بعض من يأتون لديهم إدمان، فبفحصهم يمكن توجيههم للخدمات المتخصصة في حال كانوا بحاجة إلى ذلك. طيب دكتور، اليوم عندما تنتقل هذه العيادات لتصبح في المستشفيات العامة، لتصبح في أكثر من 50 مستشفى، هل يعني ذلك أنه لدينا حالات متزايدة في الإدمان؟
بالتأكيد كثير من الحالات تتجنب الذهاب إلى المستشفيات المتخصصة هي مستشفيات الأمل بسبب الوصمة وخلاف ذلك. فوجود مثل هذه الحالات يخفف الوصمة، يسهل سهولة الوصول، وهي تعتبر هذه المبادرة هي نواة لتفعيل دور نموذج الرعاية الصحية اللي يبدأ من أسفل الهرم إلى أعلاه. أشكرك جزيل الشكر على وجودك معي في نشرة الرابعة، الدكتور حسن خبراني استشاري الطب النفسي وقائد طب الإدمان بوزارة الصحة. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. بهدف تطوير القطاع السياحي في السعودية، أعلنت وزارة السياحة اليوم عن إطلاق 10 لوائح جديدة بهدف تحقيق مستهدفات استراتيجية تنمية السياحة الوطنية. اللوائح الجديدة شملت الأنشطة السياحية وضبط الجودة ومراقبة الخدمات، بالإضافة إلى تفعيل القطاع السياحي. كما دعت الوزارة العاملين في القطاع إلى تعديل أوضاعهم والاستفادة من المهلة والمحددة ب90 يوماً. إلى عمان، حيث بدأ اليوم أكثر من 70,000 ناخب بالتصويت لاختيار ممثليهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة عبر تطبيق انتخب التابع لوزارة الداخلية، وتستمر عملية التصويت حتى 7 من مساء اليوم لنحو 700 مترشح، منهم 27 امرأة لاختيار 126 عضوا في المجالس البلدية العمانية. من مقر وزارة الداخلية العمانية ينضم لنا موفد العربية عبد الرحمن العصيمي. عبد الرحمن مساء الخير، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة من الرياض. تبقى ساعة ونصف تقريبا على نهاية الاقتراع الانتخابي أو التصويت الإلكتروني، كيف تجري الأمور؟ كيف رصدتها؟ نعم نايف، هناك تأكيدات حكومية هنا في سلطنة عمان على نجاح سير عملية التصويت حتى الآن في محافظات السلطنة. هناك تأكيد أيضا على نجاح خطة التصويت عبر تطبيق أنتخب، هذه الطريقة التي لأول مرة تطبق في سلطنة عمان عبر الأجهزة الذكية. طبعا نستطيع المتابعة الفرز وأيضا التصويت عبر تطبيق انتخاب، وهو تطبيق آخر مختلف عن تطبيق أنتخب الذي يتم من خلاله التصويت. هذا التطبيق يستطيع المتابع كما نشاهد هنا أن يتأكد من عدد الناخبين، الأرقام، أيضا أعداد المحافظات، وأيضا مؤشرات الانتخابات بشكل عام. كما نشاهد حتى هذه اللحظة نايف، هناك تقريبا 142,000 من الذكور صوتوا، وأيضا أكثر من 107,000 من الإناث. أيضا هناك جانب آخر في هذه الانتخابات، وهو الحضور الإعلامي المميز حقيقة من جميع الوسائل العالمية. الحديث أكثر ينضم إلي سعادة محمد البلوشي وكيل وزارة الإعلام، وهو أيضا عضو اللجنة الرئيسية الذي نحن موجودون فيها الآن في وزارة الداخلية، وأيضا رئيس اللجنة الإعلامية لانتخابات المجالس البلدية. سعادة الوكيل، نتحدث عن هذه المرة لا يوجد مراكز انتخابية، لا يوجد مراكز اقتراع، كلها إلكترونية. كيف استطعتم تتعاملوا مع هذه الجزئية في هذه الانتخابات؟ شكرا أخي عبد الرحمن، شكرا على هذه التغطية من قناة العربية. حقيقة فيما يتعلق بتغطية الانتخابات، سابقا كان يتم من خلال المراكز الانتخابية، يتم توزيع المذيعين والصحفيين على هذه المراكز بحيث أنه يتم تصويرها وتغطيتها على مدار اليوم من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 7 مساء. الآن التحدي هو كيف ممكن تنقل هذه الانتخابات عبر تطبيق أنتخب. هو تطبيق طبعا بإمكان المصوت أن يصوت في أي مكان كان، سواء كان في البيت أو في مكان في مقر عمله، في أي مكان. فهذا هو التحدي حقيقة. نحن من خلال شاشات ربما التي ترونها أمامكم، يعني الشاشات هذه ما هو دور هذه الشاشات؟ هذه الشاشات حقيقة هي 12 شاشة، 11 شاشة تبين، كل شاشة تأخذ محافظة من المحافظات بحيث أنها تعرض بعض البيانات في هذه المحافظة. مثلا محافظة الوسطى تبين مثلا يعني أعداد المسجلين في السجل الانتخابي وأعداد أيضا المصوتين. أيضا من ضمن المؤشرات الموجودة في هذه الشاشات مؤشر الفئات العمرية لكل ساعة،
ومؤشرات المصوتين وتوزيع المصوتين حسب كل ولاية. كيف رأيتم التغطية الإعلامية حتى الآن، لا سيما من وسائل الإعلام الأجنبية والعربية؟ حقيقة التغطية كانت ممتازة. من صباح اليوم تم زيارة مقر الانتخابات من قبل الصحفيين، كذلك تم إعطاهم شرح وافي حول تطبيق أنتخب، ومتابعة أيضا سير العملية الانتخابية من خلال متابعة تطبيق انتخاب الذي يبين المؤشرات بشكل مباشر، وكل ساعة يتم تحديث هذه المؤشرات. شكرا جزيلا سعادة الوكيل. شكرا جزيلا. شكرا لقناة العربية. شكرا جزيلا. كما شاهدنا نايف، يعني هناك جهود كبيرة من قبل السلطات العمانية على إنجاح هذه الانتخابات. بعد ساعة ونصف تبدأ عملية الفرز أولا بأول، وتبدأ أيضا نتائج تظهر أولا بأول فيما يتعلق بالفائزين في هذه الانتخابات. أشكرك جزيل الشكر عبد الرحمن العصيمي، موفد العربية في العاصمة العمانية مسقط. صناعة السفن التقليدية من أبرز ملامح ولاية صور الساحلية بسلطنة عمان، حيث تعمل العديد من العائلات في هذه الصناعة القديمة. صالح جمعة حسون أحدهم، حيث ورث هذه المهنة من أجداده الذين تخصصوا في هذه الصناعة منذ القرن 18 الميلادي. عبد الرحمن العصيمي مع التفاصيل. منذ عام 1730 وهذه العائلة تعمل في صناعة السفن التقليدية بولاية صور في سلطنة عمان، حيث تتوارث الأجيال هذه المهنة التي تشتهر بها السلطنة لا سيما في المناطق الساحلية. المهنة هذه ورثناها احنا ابن عنقد، تقريبا احنا نكون اخر جيل ماسكين المهنة هذه في ولاية صور. طبعا باقي المناطق ما عاد فيها شيء خلاص، المصانع اول كانت اكثر من مصنع، الحين اخر مصنع في سلطنة عمان ويمكن في الخليج اخر مصنع صناعات خشبية او يدوية. نحن هنا في أكبر هيكل لسفينة تقليدية في سلطنة عمان. هذه السفينة بدأ العمل عليها بدايات عام 2020، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها في أواخر العام المقبل. تكلفة هذه السفينة حوالي مليون دولار أمريكي. طبعا بالنسبة للسفينة دي أكبر سفينة صنعتها هنا في صور، من أكبر السفن، طولها تقريبا طول البيص أو طول الهراب لتحت 35 متر اللي هو يعادل تقريبا فوق 70 ذراع، فوق تقريبا من 50 إلى 55 متر. نوعية الأخشاب الموجودة نصنع فيها الساق، أغلى أنواع الساق أو أغلى أنواع الخشب الموجود. الأخشاب متوفرة كانت من أفريقيا ومن من من الهند ومن بورما. هذه المهنة تواجه الكثير من التحديات، أبرزها انتشار السفن المصنوعة من مواد حديثة مثل الفايبر جلاس، بالإضافة إلى عزوف الشباب العماني عن هذه الصناعة. والله شيء يعور القلب، يعني احنا الصناعات هذه ربينا عليها، حرام يعني تنتثر او تندثر في لحظه، يعني محتاجين على الاقل وقفه سواء من الاهالي او من الحكومه على اساس ان المصنع هذه ما يندثر مثل ما كانت مصانع في صور هنا. الحين اندثرت كلها وراحت كلها وراحت كلها وراحت وراحت وراحت.
يضم هذا المصنع ورشة متخصصة بصناعة التحف والمشغولات الخشبية، بالإضافة إلى صالة لعرض النماذج المصغرة للسفن بكافة أحجامها وأنواعها. عبد الرحمن العصيمي من ولاية الصور العربية. الرابعة مستمرة وفيها بعد قليل. شتاء طنطورة ينطلق باحتفالات فنية ويستمر باستقبال زواره حتى 21 من يناير. حياكم الله من جديد. انطلق معرض العطور يوم أمس السبت ضمن فعاليات موسم الرياض في واجهة الرياض، والذي يضم 150 علامة تجارية وخبراء العطور ورواد الأعمال في المجال. وسيستمر المعرض حتى 9 من يناير المقبل في واجهة الرياض لاستقبال زوار الموسم خلال الفترة المسائية. من معرض العطور بواجهة الرياض ينضم إلينا مراسل العربية عبد المحسن الحربي. عبد المحسن مساء الخير، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة من الرياض. موسم جديد ومعرض العطور مرة أخرى يعود إلى الرياض، كيف هو هذا العام؟ أنا أعتقد أنك جيت الموسم الماضي كمان يا عبد المحسن، ولا؟ نعم صحيح نايف، كنت موجود في معرض العطور في الذي يقيم في فبراير في موسم الرياض الماضي، وهذا هو النسخة الثانية من هذا المعرض الذي يضم ويعد أكبر تجمع للعطور وشركاتها وروادها وأيضا حتى محبيها في هذا المعرض الذي يعيد تسويق العطور وأيضا يسهم في نشرها وكذلك زيادة الاستهلاك من قبل الأفراد وكذلك مساعدة الشركات حتى الصغيرة. نايف، كان هنالك مشاركات في العام الماضي أو في موسم الرياض الماضي لشركات صغيرة نمت تطورت وشاركت بشكل آخر بفضل هذا المعرض والمعارض الأخرى في السعودية، حيث تشكل معارض العطور في السعودية منصة كبيرة لبيع العطور في السعودية، وهي التي تعد واحدة من أهم الأسواق على مستوى الوطن العربي وكذلك على مستوى الخليج. تحدث عن حجم مبيعات هائل وأيضا حجم نمو هائل، الاستهلاك الفرد في المملكة يبلغ لترين ونصف من العطر سنويا مقابل 300 ملي يستهلكها الفرد في أوروبا. هنا مقارنة كما تشاهد في الصورة، حيث عدد من البراندات التي تشهد ازدحام كبير، وهذا هو منظر طبيعي في المعرض، يعني الازدحام الكبير والطوابير الطويلة. والجميل في ذلك نايف أن هذه الطوابير الطويلة في معرض العطور هي ليست لبراندات عالمية مشهورة أخذت حصتها من السوق منذ عشرات السنوات، ولكن هذا الطابور الكبير هو لواحد من البراندات المحلية والوطنية التي بدأت بالعمل وأخذت حصتها من هذا السوق، وهو أحد الأهداف الرئيسية. طيب يا عبد المحسن، يعني مثل ما ذكرت هذه العلامات التجارية هي موجودة طبعا في الرياضة، ويمكن عندها أيضا كمان محلات موجودة في أكثر من موقع في الرياض وفي مناطق المملكة. إيش الجديد أو المختلف اللي موجود في هذه المحلات الموجودة لها داخل معرض العطور؟ نتحدث على خصومات ولا نتحدث على أنواع جديدة موجودة في معرض العطور تكون حصرية لهذا المعرض؟ نعم، في الحقيقة ما يبحث عنه المستهلكون هنا في المعرض هو وجود هذا الكم الضخم من البراندات على مستوى المعرض، فبالتالي يوفر لهم مساحة جيدة يستطيعون من خلالها اختيار العطر المناسب، بالإضافة إلى بعض العروضات والعروض والخصومات التي تقدمها هذه الشركات، سواء كان شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة أو حتى متناهية الصغر. شاهدت عدد من المشاركين الذين قدموا، عدد أفرادهم عددهم 3-4 فقط يقومون بتركيب العطور ويبيعون، فبالتالي يشكل لهم طيب. هذا المعرض فرصة كبيرة جدا لهم. بالمناسبة نايف، كان هنالك عدد الاستهلاك من ناحية القيمة المالية في السعودية 57 مليار دولار،
وهذا العدد من الممكن والرقم ممكن أن يتطور خلال ربما العام القادم بمعدل 7%. طيب. فبالتالي هذا يعكس حجم الاستهلاك الكبير وحجم السوق السعودي بالعطور في طيب. السعودية وفي المنطقة بشكل عام. أنا أشكرك على حجم المعلومات الكبيرة اللي أعطيتني إياها اليوم. معرض العطور بواجهة الرياض، مراسل العربية عبد المحسن الحربي، شكرا لك. سجلت فعالية إطلاق مربعانية الشتاء طنطورة في العلا حضورا كبيرا، وذلك خلال الأيام الماضية التي شهدتها البلدة القديمة، وذلك بعدد من الأنشطة التي جسدها أكثر من 200 مشارك ومشاركة من أبناء العلا، والذي يعد الأضخم من نوعه. وشهدت الفعاليات العديدة من العروض الثقافية والأنشطة التفاعلية التي تبرز تاريخ العلا، وعروض الضوء على جدران البلدة القديمة وقلعة البلدة القديمة. في هذه الأيام انقلبت الشمس في حركتها من الجنوب إلى الشمال، وهكذا سنعيش أطول ساعات الليل وأقصر ساعات النهار. التفاصيل في تقويم مع خالد الزعاق. هذه الأيام انقلبت الشمس في حركتها من الجنوب إلى الشمال، وسنعيش خلال هذا الأسبوع أطول ليالي وأقصر نهر في السنة على الإطلاق. وفي نقطة الانقلاب ينفتح علينا من الشتاء باب، ويتزامن ذلك مع النجم الثالث من نجوم المربعانية المسمى بشولة. والعام يقولون إذا طلعت الشولة طال الليل طوله، وأعجلت الشيخ البولة واشتدت على العائل العولة. وفي نهاية هذا الأسبوع يبدأ النهار يأخذ حصته من الليل، ويستمر في الأخذ لمدة 3 شهور تقريبا، وحين ذاك يتساوى فيه طول الليل مع النهار في شهر مارس المسمى بأباذار. إذا طلع أباذار تساوى الليل مع النهار، وطول ساعات الليل على بلدان الخليج خلال هذه الأيام تتجاوز 13 ساعة تقريبا، والشمس غائبة على القطب الشمالي ل3 شهور، ولن تشرق إلا بعد 3 شهور. فالليل 6 شهور والنهار 6 شهور، والشمس الآن في ضيافة القطب الجنوبي. لن يرحل الحزن منك ما دمت تحسن ضيافته. نختم الرابعة بأبرز عناوينها. منظمات إغاثية دولية توقف عملياتها في أفغانستان على خلفية قرار طالبان حظر تشغيل النساء. النيابة العامة السعودية تصدر دليلا لإجراء البحث والتحري والضبط في جرائم التستر. مصادر العربية تكشف عن بدء صحة السعودية تفعيل المستشفيات العامة لعيادات الإدمان. أكثر من 700,000 ناخب عماني يبدأون التصويت إلكترونيا لاختيار أعضاء المجالس البلدية. السياحة السعودية تعلن عن 10 لوائح جديدة لتحقيق مستهدفة استراتيجية السياحة الوطنية. شكرا لكم على كرم ولطف المتابعة. نهاية الرابعة، إلى اللقاء.